اليوم رح أعطيكم 12 نصيحة لترافل فوتوغرافي. مرحبا، معكم نبيل. حدا طلب مني أن أعطيهم نصائح بخصوص الترافل فوتوغرافي للناس اللي بدهم يسافروا ياخدوا معهم الكاميرا ويصوروا، خاصة إذا كانت مناطق جديدة. عشان هيك رح أعطيكم 12 نصيحة بهالموضوع هيدا. النصائح مقسمين على جزئين، أول جزء اللي هي البيهيفير أو كيف نتصرف، الجزء الثاني اللي هو التكنيكال له علاقة بالتصوير. أول نصيحة سيفتي. بغض النظر وين أنتم مسافرين، ممكن تكون منطقة أمان وممكن لا، في مناطق كتير فيها بصير فيها سرقات. فمشان هيك أول شيء إذا الكاميرا اللي معكم غالية ما تخلوها تبين إنه هي غالية، يعني خليها تبين إنه هي شوي قديمة. جربوا حطوا عليها ستيكرز، حطوا عليها باندج تيب، خلوها تبين شوي عتيقة، ما كتير تهتموا فيها وتبين إنه جديدة وغالية. ثاني نصيحة هي إنه خلوها دائما معكم سترابت، ربطوها بإيدكم، ديروا بالكم على الإكويبمنت تاعيتكم، ما تبعدوا عنهم، يعني ما تحطوا الكاميرا على ترايبود وتروحوا تمشوا، لأنه كثير أحيانا في إكويبمنت تنسرق بهالطريقة هي. وإذا كانت الكاميرا معلقة على كتفكم تأكدوا أنكم تكونوا معلقين كتير منيح من الجهة تانية، لأنه إذا كانت بس على الكتف ممكن تتاخذ منكم بسهولة. هذه بس معلومات هيك عامة حبيت أذكرها، لأنه فعلا بصير في كتير أحيانا سرقات خاصة للكاميرات الغالية بالسعر. تيب نمبر 2 واللي هي الأهم، نصيحة تانية هي تتعلق بموضوع اللوكيشن. إذا أنتم كنتم مسافرين على محل أول مرة بتروحوا عليه وما عندكم أي فكرة عنه، نصيحة عملوا شوية ريسيرش أبحاث على الإنترنت لحتى تقدروا تعرفوا هاللوكيشن هذا. في أكثر من ويب سايت على الإنترنت بيساعدكم الموضوع هذا. واحد من اللوكيشن مثلا اسمه locationscout.net، وفي مثله طبعا كتير. ممكن كتير تستفيدوا من التبس اللي موجودة على الويب سايت. مثلا في فوتوغرافرز غيركم بيكونوا راحوا سافروا صوروا، بيخبروكم أنه في محلات فيكم تصوروا فيها برياحة، في محلات ما فيكم مثلا توقفوا وتحطوا ترايبود لانه في ناس بيمرقوا بيخبطوا الترايبود بتخترب الصوره تبعيتكم، بتضطروا انه تقضوا وقت اكثر بتجربوا تعيدوا الصوره مره واثنين وثلاثه لهالاسباب هي. ضروري تعرفوا وين رايحين، ضروري تعرفوا وين المناطق اللي خرجت تصور، وين المعالم السياحيه اللي خرجت تصور، ومن اي زاويه ممكن تتاخذ، او وين النقط اللي انتم فيكم توقفوا فيها كفوتوغرافر وتاخذوا الصوره اللي بدكم اياها. ثالث نصيحه، لازم تعرفوا بالضبط شو عم تاخذوا معكم. عادة لما تسافروا كنت تاخذوا معكم عدة تصوير، بدكم تخففوا قد ما بتقدروا، ما بدكم تاخذوا عدة كبيرة وثقيلة، بمعنى ما راح تاخذوا كاميرات كثير كبيرة، الأصغر هي أحسن بدكم. بس إذا كانت هاي كاميرتك الوحيدة وما فيك تستغنى عنها بدك تاخذها، ما في مجال. بس باختيار العدسات هذا كثير شيء مهم، يعني أنا مثلا ما راح أروح سافر وأخذ معي عدسة 300mm for example أو 200mm، حتى عادة باخذ الوايد أنجل لينسز. وايد انجل لينسز بيساعدوكم كثير لحتى تاخذوا فيو احسن. ف definitely I will not go for zoom lens اكثر من let's say 14-24 او 24-70. باللينسز عند الكانون عند النيكون في هذا الرينج من اللينسز، طبعا مثل ما شايفين في ال 14-24 اللي هي f2.8، طبعا هدول عدسات غاليين، بس اي عدسه موجوده عندكم هي وايد انجل لينس will do the job. العدسات اللي اعلى من هيك يعني مثلا 70-200 او 300 ممكن تساعدكم اذا انتم واقفين من اللوكيشن بعيد شوي وحابينكم تعملوا زوم ان على السايت اللي عم تصوروه، ممكن. بس انا بالنسبه لي انا بفضل اني دائما ما استغنى عن الوايد انجل لينس. ثاني شيء بدكم تاخذوه من الجير هو شيء اسمه شاتر ريليس. شاتر ريليس هي عباره عن كيبل ريموت كنترول بتوصلوها بالكاميرا تبعيتكم، هاي بتسمح لكم انه انتم يا اما تعملوا بروجرامينج لانه تاخذ هي اوتوماتيك شوتس، او ممكن انه هي تكون بس شاتر ريليس، يعني بتكبسوا الزر بتاخذوا الصوره. السبب انه انا هيدي بستعملها هي لاكثر من هدف. اول شيء ممكن انه انا اكون عم صور بالليل، فبالتالي انا ما بدي المس الكاميرا ويصير فيها اي نوع من الفايبريشن فبتطلع الصوره منها شارب انف، فانا بستعمل ريموت لحتى ما اقرب ابدا على الكاميرا هي موجوده على الترايبود. سبب ثاني هو انه انا ممكن استعملها كمان كبروجرامينج مود، بمعنى انه انا بدي اياها تصور سبيسيفيك دوريشن، فرضا انا بدي اياها تصور على 40 ثانيه، الكاميرا ما في 40 ثانيه از ان اوبشن، فيها تصور اكثر شيء 30 ثانيه. فانا اذا بدي اياها تصور على 40 ثانيه ما في مجال الا انه انا اكون معي ساعه وعير الوقت، او انه استعمل شيء مثل هيدي الشاتر ريليس اللي هي في من خلالها انه انا احط 40 ثانيه وهي اوتوماتيكلي بتصور لمده 40 ثانيه. الشغلتات اللي كنت تاخذوها معكم هي شيء اسمه ND filter، neutral density filter. ال ND filter هو عبارة عن filter بيتركب على اللينس من برا، هو شبيه أكثر بعوينات الشمس، نظارات الشمس لما نحن نلبسها نخفف الضوء الشمس القوي اللي بيجي على عيوننا. فلو نحن مثلا كان في عنا لينس وحابين نصور على نقول F2.8 مثلا، وكنا مجبورين بشاتر 2000،
لأنه في ضوء نهار كتير قوي، بس بنفس الوقت عنا منظر مي عم تمشي وبدناها تبين very very smooth. فنحن we want to slow down the shutter، بدنا نبطئ الشطر. مستحيل نبطئ لأنه لو بطأنا الشطر رح تطلع صورة محروقة، فنحن بدنا نخفف الضوء، يا أما بدنا نخلي الشمس تغيب، يا أما بدنا نحط شيء مثل الاندي فلتر اللي هو عبارة عن glass غامق كتير في منه variable مثل اللي هلا رح فرجيكم اياه. هيدا كل ما نعمله روتيشن بتغمق اكثر الصوره، بيكون في مالتيبل ستوبس بيقدر يغمق الصوره لدرجه انه انتم ما فيكم بقى تشوفوها بالفيو فايندر. شي مره رح اعمل ابيسود عن كيف تستعملوا الفلترز الاندي فلترز، احسن طريقه لانكم تستعملوها وتطلع معكم صوره واضحه. لما تحطوا الاندي فلتر بتكون عملتوا كات داون، بتكونوا انتم نزلتوا الضوء اللي جاي على اللنس بشكل كتير كبير، فبالتالي فيكم انتم تبطئوا الشاتر سبيد اكثر. فهيك انا بقدر اصور على f2.8 مثل ما كان بدي اعمل على شاتر سبيد بطيئه، وبقدر اخذ الموفمنت تبعت المي تبين انسيابيه وناعمه بدون ما تبين التفاصيل اللي فيه. الاندي فلتر في منه سيستم تاني كمان، اول واحد حكيت عنه هو عباره عن دائره، شكل دائره بيركب فوق العدسه وله طبعا قياسات معينه، فانتوا لازم تنتبهوا كتير منيح على شو هي قياس العدسه اللي عندكم. انا ما عم بحكي هلا على الزوم، عم بحكي عن قياس الجلاس من برا اسمها فلتر ماونت. هيدا الرينج اللي من برا على اللنس، هيدي بتكون تعرفوا شو قياسها وتطلبوا الفلتر على هالاساس. السيستم الثاني الموجود عندنا شوي كومبليكيتد، رينج تركب على اللنس، بيجي الهولدر للفلترز بيركب فوق الرينج، وبقلب الهولدر وي ستاك مالتيبل فلترز. هيدا ادفانسد بس هيدا بيعطيكم نتيجه فلكسبل اكثر، مش شرط تكون احسن ولكن فلكسبل اكثر. يعني انا فيني احط عليه جرادوال فلتر بيتدرج من الغامق للفاتح لحتى اقدر اغمق شوي الضوء اللي موجود بالسماء لو حبيت، لانه ممكن احط اكثر من فلتر ورا بعضهم على نفس السيستم. الشغلة الرابعة اللي هي طبعا ترايبود، ما تستغنوا ابدا عن الترايبود. اذا قدرتوا تاخذوا ترايبود كبيرة كتير منيح، لانه بتساعدكم فيكم توقفوا انتم مرتاحين بدون ما تتعبوا. في ترايبود صغار بتكون تروحوا للموديل اللي هو بيقدر يحمل الوزن الكافي للكاميرا، يعني انتم بتكون تشوفوا قديه وزن الكاميرا مع اللنس، تقدروا تقديريا وتشوفوا اذا هالترايبود بتقدر تحمل هاللنس والكاميرا ولا لا. في عندكم مانفروتو، هي شركة بتعمل ستاندز للاضاءة وترايبودز، في منهم بيساعوا بجيبتكم لو حبيتوا، اكيد بيساعوا بشنطة سفر. فيكم تحطوهم اي محل، يعني فيكم تحطوهم على الارض مثلا، فيكم تحطوهم على الرصيف، اي محل ممكن انتم تخلوا هالترايبود هيدي صغيرة كتير تاخذ الكاميرا، اتليست انتم ما تحملوا الكاميرا بايدكم، خاصة لما تكونوا عم تصوروا بالليل، صورة مش رح تطلع واضحة ابدا لو كان في موفمنت بالكاميرا. رابع نصيحة، لازم تتعودوا على الجير اللي معكم، تتعودوا على الكاميرات، على الترايبود، بي فاميليير معها اكثر. يعني انا لما اروح صور بحب صور بوقت معين من النهار، هذا الوقت مدته قصيرة كتير، إذا كان الفجر أو الغروب المدة كتير قصيرة، ببعض البلاد يمكن تكون عبارة عن 5 دقائق. فلو أنا بدي وقت لأكتشف الكاميرا تبعيتي وأعرف كيف أغير الشاتر وكيف أغير الأبرتشر ونزل الأيزو أو علي الأيزو أو أعمل براكتينج مثلا، رح لقى مشكلة، يعني رح ضيع الوقت وأنا عم جرب بعدني أكتشف الكاميرا. فلازم أنتوا تكونوا كتير فاميليير مع الكاميرا تبعيتكم قبل ما تروحوا تصوروا. خامس نصيحة، لازم تكونوا موجودين باللوكيشن اللي بتكون تصوروا فيه على الوقت أو قبل بوقت، ما تتأخر. كل ما تتأخروا كل ما بصير عندكم مشكلة انكم تلاقوا محل توقفوا فيه، خاصة إذا كانت منطقة سياحية العالم رح يكونوا كتير كتار، أحسن سبوت رح تتاخد، وممكن كتير يكون في ناس كفوتوغرافرز أو غير فوتوغرافرز عم بيمشوا أو واقفين بوجهكم مخربين عليكم الكومبوزيشن. فكل ما كنتوا هناك على الوقت قبل الوقت كل ما أحسن. سادس نصيحة، فوتوغرافي إز فان، خدوا وقتكم انبسطوا انتوا عم تصوروا، ما تستعجلوا. كل ما خططتوا اكثر واخذتوا وقت بالتنفيذ اكثر كل ما الصوره بتطلع احلى. هلا تكنيكال تيبس، تيب نمبر 7، دائما صوروا رو، ابدا ما تصوروا جي بيج. بكره رح يجي وقت بنحكي عن البوست بروسيسنج، افرجيكم كيف ناخذ صور من الكاميرا نحطهم على الكمبيوتر بروسيسيت على اللايت روم ونخليها تصير جاهزه للاديتنج على الفوتوشوب. لو نحن مصورين جي بيج كثير صعب انكم تصلحوا اي غلطه انتم غلطتوها بوقت التصوير، بينما اذا عم تصوروا رو ممكن كثير لو غلطتوا وقت التصوير، طبعا غلطه بسيطه يعني، انكم ترجعوا تصلحوها. في عندكم اوبشنز اكثر انكم تشتغلوا بالصوره من انه لو مصورين جي بيج. تيب نمبر 8، بدكم تميزوا حالكم شوي عن غيركم، يعني لما تصوروا ما تعيدوا نفس الصوره اللي انتم شايفينها. اذا شفتوا حدا غيركم مصور صور صوره حلوه مش ضروري ارجع انا اعيدها نفسها هي زادها. بي كرييتيف، جربوا تحركوا شوي. بارت من هاي النصيحة انكم ما توقفوا بمحل واحد وتقرروا او تصمموا انه انا بدي اخذ صورة من هون، لانه رح تاخذوا صورة وعشرة وعشرين وثلاثين نفس الصورة اللي هي اساسا مش عاجبتكم. فلازم شوي تتحركوا، يعني روحوا برموا حوالين السبجكت اللي عم تصوروه، خدوا different angles،
علوا وطوا شوي، شوفوا اي ممكن تكون احلى. دائما طلع بالفيو فايندر وشوف الكومبوزيشن راح يبين عليكم بقلب الفيو فايندر ممكن يكون احلى. يمكن لو طلعت ستيب بس عليت متر من المحل اللي انت واقف عليه تشوف ديفرنت فيو. اذا انتم مش مبسوطين ومش مرتاحين بالنتيجه اللي عم تطلع بس السبجكت بعده هو نفسه بدكم تصوروه، لازم تتحركوا تاخذوه من انجل ثاني غير اللي انتم واقفين فيها. تيب نمبر 9، انا من الناس اللي بحب انه استعمل فور جراوند اليمنت بالصور، خاصة لما عم صور سيت سكيب أو لاندسكيب. لو أنا حبيت مثلا صور منظر قدامي وفي foreground element، يعني مثلا ممكن يكون grass حشيش، ممكن يكون flowers هيك ورود قدامي، أو ممكن يكون حتى بلاط. لاحظوا هذه الصورة مثلا اللي صورتها بمسجد الشيخ زايد، حبيت أنه أنا ببين البلاط اللي موجود بالأرض ومنه بيروح النظر للسبجكت اللي هو المسجد نفسه مع السماء اللي وراء. استعملت foreground اللي هي البلاط، بعدين استعملت المين سبجكت اللي هو المسجد، وبعدين الباك جراوند اللي هي السماء. لما تكون عم تصور وتطلع بالفيو فايندر وتخيل انه في شخص تاني هو اللي عم يطلع عم يشوف صورتك، الصوره ما لازم تكون مملة، ما لازم يكون فيها وان سبجكت وانتهت. بمعنى انه الواحد لما يشوف الصوره يطلع ويمشي فيها للصوره، يشوف فور جراوند، يشوف سبجكت، يشوف باك جراوند وسراوندينج. اذا قدرت تعمل هذا الشيء بيكون كثير منيح. يو هاف تو تراي ات. تيب نمبر 10، كل كاميرا فيها شيء اسمه سويت سبوت. سويت سبوت هي أحسن أبتشر ممكن تستعملوها لتطلع الصورة فيها شارب وبنفس الوقت ما يكون صعب التصوير عليها. يعني لو أنا حبيت أصور على F11 أو F16 فيها depth of field. depth of field يعني كل شيء is in focus، بس F16 كتير قليل الضوء اللي عم بيفوت على السنسر، معناه أنا لازم كتير بطئ الشطر. ولو أنا صورت على F1.4 صار عندي shallow depth of field، يعني بمعنى شيء راح يكون in focus والباقي راح يكون out of focus. باللاندسكيب والسيتيسكيب ترافل فوتوغرافي ما كتير هذي practical. عشان هيك أحسن aperture نصور عليها لما نكون عم نصور لاندسكيب أو سيتيسكيب هي F8. F8 super sharp وفي ضوء كفاية عم فوت على السنسر. most of the cameras وخاصة الكانون والنايكون ال F8 هي sweet spot. فإذا فيكن تصوروا على F8 go ahead. tip number 11، لو كان في عندكم إشياء moving مثلا سيارات وما حابينهم يطلعوا بالصورة reduce the shutter، صوروا على shutter speed أبطأ. إذا قدرتوا تبطئوا shutter speed كتير ممكن استعمل ND filter مثل حكينا قبل. الموفمنت للسيارات رح تبين blurry وببعض الأحيان ممكن يختفوا نهائيا. إذا كان في عندكم tourists عم يتحركوا shutter speed بطيئة كتير، هدول tourists ما رح يبينوا، يعني ما رح ترجعوا تتعذبوا بالبوست وتمسحون على فوتوشوب. هذا سبب. سبب تاني، لو أنتم عم تصوروا منظر فيه بقلبه مي، المي عم تتحرك، الغيوم، ممكن أنا بطئ shutter بصير هيدي كلياتهم ببينوا سموث مثل ما ذكرنا بالأول. tip number 12، آخر نصيحة tip number 12، لما تصوروا try to tell a story. يعني أنا مثلا إذا قدامي mug في كافي، أنا ما راح أجي أعمل zoom in على الكافي mug وصوره هو لحاله، ما بهم الأمر. أعطيكم مثال تاني، لو أنا حبيت صور شخص صديقي مثلا ونحن مسافرين وإجيت أنا صورت portrait قريب كتير، مين راح يعرف أنه أصلا نحن مسافرين ومين راح يعرف بأي بلد نحن كنا موجودين؟ فبالتالي I need to tell a story in my photo، لازم خبر الناس عن قصة بهالصورة هاي لحتى حقق هالنتيجة. أنا بدي استعمل wide angle lens، بدي استعمل foreground والباكground element، فأنا لازم فرج الناس السبجكت وين موجودة بالسبجكت بطريقة حلوة. لكن هول 12 نصيحة إن شاء الله يكونوا مفيدين لكم، تستفيدوا أكثر لما تسافروا وتاخدوا معكم الكاميرا وتصوروا. لو عندكم أي سؤال تاني please feel free to ask، ممكن تحطوها بالكومنت على اليوتيوب أو على فيسبوك. كان لازم نحكي عن فوتوشوب هالمرة، بس في شخص طلب مني اني اساعده بموضوع ترافل فوتوغرافي فحبيت اعمل هيدي الابيسود سبيشالي لإله. Thank you very much and I'll see you next time.